بعد ما اعتز الهاشم البسطاوي الفن بصفة نهائية، ما خلاش شي ممثل في الراحة ديالو. دائما اي واحد خرج كيتسنى غير امتى يخرج ويبقى يعلق عليه. هادشي اللي وقع مع بزاف ديال الممثلين وبزاف ديال الفنانين، ومن بينهم كذلك زينة الدودية اللي غير مؤخرا استضافها رشيد شوف البلاطو ديالو، واللي كانت يعني كتقول ان الامنية ديالها الوحيدة انها يعني قبل ما تموت يعني توب من هذا المجال اللي هو فيها. حيت كلكم كتعرفوا ان الاب ديالها قال لها انا راضي عليك في الدنيا وفي الاخرة الا بعدتي على هذا المجال هذا. قال زينة الدودية بانها ما قدراتش تجي تخلي على الفن غير هكذاك، يعني ضروري داك الشيء خاصو شوي ديال الوقت وشوي ديال التفكير، ومن بعد غادي يعني تبتعد على هذا المجال بصفة نهائية باش تكون يكون الأب ديالها راضي عليها. الله يرحمه يا ربي ويغفر ليه ويجعل مأواه الجنة يا ربي. فهادشي اللي خلى هاشم البسطاوي كيخرج على الصمت ديالو وكيقول ليها الاب ديالك عنده الحق، ابتعدي على يعني المجال الفني. داكشي يعني ما كيحتاج تفكير نهائيا، لان داكشي بينك انت والله اللي خلقك، يعني خاصكي تحيدي وما تفكري في حتى شي حاجه اخرى. قال لها بان الاسلام ما كيعرفش الفن، ما كيعرفش شاليني يا بابا، خاصكي ابتعدي على داكشي اللي وجه الله سبحانه وتعالى، ما تفكري حتى في شي حاجه اخرى. ابتعدي على الفن باش يعني تلقاي رضاه الوالدين ورضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء كذلك اللي خلى ان زينه الدوديه كتخرج كذلك على الصمت ديالها، وكتقول في الصوري اللي شراته عبر الحساب ديالها الشخصي بالانستغرام، في الشده يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف يقاس البشر. فعلا لاول مره كيعجبني الرد ديال هاشم البسطاوي، لانه فعلا الاسلام ما كيعرف لا فن لا حتى شي حاجه. الانسان لما يدير شي حاجه يديرها بينه مع اللي خلقه باش يلقى رضا الله سبحانه وتعالى ورضه الوالدين ديالها، لان صراحه الاب ديالها توفى الله يرحمه، وقبل ما يموت طلب منها باش انها تبعد على الغناء باش يكون راضي عليها، ولكن للاسف مازال فيه لحدود الساعه. فيا ربي تهديها يا ربي. متابعنا الكرام، حتى لهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو، فكنشكركم على المتابعه والاستماع. كنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في راسكم، نلقاكم فيديو جديد باذن الله تكونوا كتشاهدوه نتوما بصحه جيده، فنهاركم مبروك وبسلام عليكم.